عندما يدخل أهل الجنة الجنة يذهبون إلى قصورهم وإلى بيوتهم، وبينما هم في قصورهم وأنهارهم إذا بمناد ينادي من السماء: يا أهل الجنة، فيلتفتون ويخافون. لماذا؟ لأنهم مروا بعرصات القيامة، فيقال لهم: قوموا إلى موعدكم مع الله. فتأتيهم النجائب، والنجائب يا كرام هي خيول لها أجنحة، ثم يصعدون على ظهورها، فتطير بهم هذه الخيول إلى واد عظيم اسمه الوادي الأفيح، إذا بنور عظيم يغشاه، فيسكتون، فيتكلم هذا النور ويقول: السلام عليكم، فيعلمون أنه الله جل جلاله، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله لهم: سلوني. فيقول: اللهم أرنا وجهك الكريم. عندها يأمر الله تبارك وتعالى أن يزال الحجاب بينه وبين عباده، ثم يأتيهم من نور وجه الله ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم. ثم ينظرون إلى الله، ينظرون إلى الذي سجد له الساجدون وسبح له المسبحون، سبحت له الدودة في بطن الصخرة والسمكة في بطن البحر، سجدنا وقمنا وصلينا ونحن ما رأيناه آمنا به غيبا، ذلك اليوم سوف ترى الله. فبمجرد ما أن تنظر وترى الله يأتيك من نور وجهه ما يجعلك تكسى نورا.